السلام عليكم، تعالوا بينا النهارده نروح نشتري مشتريات حاجة المدرسة لرجوة إن شاء الله. حاجة المدرسة طبعا مدارس على قدهم، فتعالوا يلا نشوف نشتري ايه. نازلين سوا المنصورة بإذن الله نجيب حاجة حلوة تعجب ودي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كمان لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناه واللايك للفيديو. تعالوا بقى المنصوره مليانه كلها من حاجه المدارس، فتعالوا نشوف هنجيب ايه سوا. اول حاجه احنا بننزل على محلات الجمله، ودي اهم حاجه اصلا، وده اللي بيشجعنا ان احنا ننزل المنصوره، لان بننزل محلات الجمله نجيب طلباتنا بالجمله. واي توفير يا جماعه احنا اولى بيه في الايام الصعبه دي. فانا هنا طبعا شفت اولا الاقلام الجل دي، هي الوان جل بيتكتب بيها عادي، فعايزه اقول لكم ان انا لقيتها في محل الجمله ال 12 قلم ب 40 جنيه، بعد كده لقيته في محلات القطاعي الست اقلام ب 35 جنيه، فانا طبعا شوفوا الفرق عامل ازاي، لا طبعا انا اشتري من الجمله احسن لي. وعايزه اقول لكم ان علب الالوان دي جميله جدا، بتعيش كده، والوان خشب بس نظيفه وكويسه، وما بحبش خالص ولا بحفز الالوان الفليماستر. عايزه اقول لكم كمان ان القلم الرصاص اللي هو ما بيخلطش خالص ده، فمش حلو خالص، خطه مش ظريف كده، وما بيدفعش ان انت تحسين السن بتاعه ولا اي حاجه. الاساتيك دي لقيت الاستيكه الصغيره التلاتة بعشرة جنيه. جبت كمان أقلام جاف، علبة أقلام جاف، وكمان أقلام رصاص. جبت القلم الرصاص اللي هو بيتكتك ده عشاني أنا، وجبت أقلام رصاص عادية الدستة بخمسين جنيه، فيها 12 قلم رصاص، ودي من أجود أنواع الأقلام. يعني في أنواع تانية بتكون بأربعين جنيه وبتلاتين جنيه، وفي أقل من كده كمان، بس طبعا أنا بحب أجيب الحاجة اللي جودتها عالية. الفرق ما بيبقاش كبير في السعر، ولكن الفرق أنت هتحسي بيه وأنت شغالة بالحاجة، وإن الحاجة بتعيش مع أولادك، مش بتبوظ بسرعة. مش بنجيب قلم وبيتكسر كل يوم، فبنضطر إن احنا طبعا هنجيب عدد أقلام أكتر ودستات أكتر في السنة، فأنت ممكن تجيبي دستة تكفيك السنة كلها. طبعا بقى اشتريت الكراسات والكشاكيل، وصورت بعض الكشاكيل بقى، والكشاكيل السلك ده طبعا مش لردوة خالص، دي لاخواتها الاكبر منها، انما الكشاكيل العادية هي اللي بنستخدمها في السن الصغير. تمام، طبعا بنرشح طبعا الكشاكيل اللي هي 40 ورقة، بتكون يعني حلوة وبتكفي الترم وبتكون كويسة، ما بجيبش اكبر من كده. طبعا ما ننساش كراسات الرسم، بجيب الحجم الوسط للصغيرة ولا الكبيرة قوي اللي هي تتيني مني في الشنطة وتتطبق كده وتبوظ، فانا بجيب الحجم الوسط. تمام، كل ده يا جماعة بسعر الجملة، ودي حاجة بجد بتشجعنا ان احنا نجيب طلباتنا كلها مرة واحدة. انا مش من النوع اللي بحب ان انا اجيب الطلبات كده كل شوية، عايزين كشكول، عايزين كراسة، عايزين دفتر، عايزين اقلام، لا مش بحب كده. الحاجة تبقى عندي في البيت احسن، وتغنيني عن كل شوية ان انا اشتري واضطر اشتري. طبعا ما ننساش ان احنا نجيب المقلمة، وفي لانش بوكس، ونجيب الطلبات. وعايزة اقول لكم ان انا لفيت السوق كله على ازازة المية، السوق كله، كل الازايز دي كل ما افتح ازازه الاقي ريحتها البلاستيك طالع منها كده، ريحته غريبه جدا. عايزه اقول لكم لما بتملي الازازه من دي ميه، بتقعد مع الولاد كده ساعتين ثلاثه في المدرسه، بتلاقي ريحه الميه مغيره خالص، الميه مكتسبه ريحه البلاستيك، يكون طعمها وحش جدا جدا جدا. فانا دي اهم حاجه عندي. على فكره انا برجح جدا ازازه الميه المعدنيه، بتكون حلوه كده، والميه جواها بتفضل حلوه، ما بتكتسبش اي روائح تانية. دي طبعا اللي هي الترابيزه الصغيره للمذاكره. عايزه اقول لكم شايفين منظر المنصوره يا جماعه عامل ازاي، كلها كده حاجات مدرسه ولبس مدارس والحاجات دي كلها. طبعا احنا ماشيين كده، وعايزه اقول لكم بقى ان انا دخلت مكان جبت منه الكتب، ده صنمول يا جماعه، جبت منه الكتب اللي فيه عامل تخفيض 15%، فتلاقي مثلا الكتاب اللي سعره 150 جنيه عامل معاكي تخفيض في حدود 23 جنيه، فبجد اي توفير احنا اولى بيه، بالذات في الموقف ده وفي الوقت ده، وكمان في غلا وارتفاع الاسعار ده، فصنمول عامل خصم 15% على كل الكتب المدرسيه، سواء ابتدائي اعدادي ثانوي، كل الكتب معمول عليها خصم 15%. فروحنا بقى جبنا الكتب كده، وبعد كده ايه اتمشينا بقى في صنمول شوية، شفنا اي طلبات احنا عايزينها، خدنا جولة كده وتفسحنا، مفيش اي مشكلة خالص. حتى الازايز في صنمول نفس الحاجة. انا هوريكم بقى في الاخر خالص انا جبت نوع الازازة ايه وبكام، وجبت ايه تاني، جبت مثلا ايه في لبس المدرسة وما جبتش ايه. عايز اقول لكم ان في حاجات انا فعلا ما بجيبهاش، زي مثلا شنطة المدرسة، مش لازم كل سنة اجيب شنطة مدرسة، او ممكن اجيب شنطة مدرسة تكون كويسة، جودتها حلوة، الماتيريال بتاعتها عالية، ويكون سعرها حلو، يعني حتى لو مرتفع شوية بس بتقعد معايا سنة واتنين وتلاتة.
بجد يعني مش كل سنه ان انا مثلا تبقى شنطه المدرسه عندي سليمه وارميها علشان اجيب شنطه مدرسه جديده، لا خالص، بتتغسل غسله كويسه وبنستعملها في السنه اللي بعدها، ما بتقولش اي حاجه خالص، بتشتغل معانا وبتساعد كده. فهي الحاجات بقى البسيطه اللي كتب وكراسات دي ما بنستغناش عنها طبعا. موضوع الازايز ده بالنسبه لنا كان مشكله خالص، يعني هي حتى رضوى نفسها بقت كل شويه تمسك الازازه كده تشم ريحه الازازه، ريحه البلاستيك بتاعتها بتكون عاليه قوي، بتقولي لا يا ماما مش واخداها، اقول لها طب دي حلوه، طب دي حلوه، تقولي لا ريحتها وحشه مش واخداها، بتخلي ريحه الميه وحشه. احيانا زي ما بقول لكم كده بجيب ازازه الميه المعدنيه، بجيب لها واحده وبعد كده بنملاها من البيت عادي جدا وبتاخدها معاها المدرسه وهي رايحه، مفيش اي مشكله. على فكره في ازايز ميه من الازايز دي بتكون الغطا بتاعها سهل الفتح، احيانا كانت تتفتح معاها في المدرسه وكانت تغرق الشنطه والكتب وتلاقي كده الكتب بايشه خالص من كتر الميه. فخدوا بالكم من الحاجات دي، وبالذات بقى الامهات اللي لسه اولادها بادئين يروحوا مدرسه ويشيلوا شنطه وفيها كلانش بوكس ويشيلوا فيها كمان إزازة والحاجات دي. في ناس كمان بتجيب العلب الحفظ بتاعت التلاجة وتستخدمها كلانش بوكس لأولادها، مش لازم أن تشتري اللانش بوكس المنظم والحاجات اللي هي يعني إيه متعددة الأغراض دي، فاهميني؟ فعادي يعني ماشي الدنيا، إن شاء الله ربنا ييسر الأحوال، وبتكون حاجة حلوة برضو كويسة وشكلها حلو مش وحشة. طبعا بقى عند قسم الكاندي في صنمول لازم ناخد لنا جولة كده، وفي الاخر طبعا اللي بيعجبها هي اللي هتجيبه، مش احنا هنجيب لها حاجة خالص غصب عنها، اللي بيعجبها هي اللي بتجيبه. مشينا كده وتفسحنا شوية، شوفنا اي طلبات احنا عايزينها، جبنا اللي محتاجينه كله الحمد لله رب العالمين. وزي ما قلت لكم كده بنمشي الحال، يعني لو في حاجة نقدر نعتمد عليها السنة دي ونستغنى ان احنا نشتريها جديدة فبنشتغل بتاعة السنة اللي فاتت، بنغسلها بنعدل فيها حاجة بنظبط الدنيا كده، وفي حاجات بنشتغل بنجيبها جديدة لازما حتما ولا بد يعني. فالله المستعان، ربنا يخليها سنة خير وبركة علينا جميعا، ونشوف مع بعض. ودي بقى المشتريات اللي انا اشتريتها باختصار كده سريعا. جبت بقى الأقلام اللي بقول لكم عليها، الأقلام الرصاص دي نوعيتها جيدة جدا، وزي ما قلت لكم أفضل نوع، الخشب بتاعه حلو قوي، وكمان الرصاص اللي جواه مش بيتكسر بسهولة وخطه بيكون تحفة. القلم المثلث ده بيكون خطير بجد، في منه أنواع، وده طبعا قلت لكم ده أغلى نوع، كانت الدستة منه بخمسين جنيه من تجار الجملة يا جماعة، تمام؟ عشان ما تفكروش بس إيه الأسعار كده ولا كده، بيجي معاها جوه الباكت كده بيجي براية للأقلام، تمام؟ كمان هنا جبت علبة أقلام جاف أزرق اللي هي الروتو دي، أفضل الأنواع، الولاد عندي بيحبوها جدا، خطها بيكون كويس. بالنسبة لأقلام الألوان برضو العلبة اللي فيها براية دي الرصاص بتاعها بيكون حلو قوي، وبالنسبة بقى للألوان من جوة بتكون يعني بجد بجد بتدي تأثير، حتى اللون الأصفر لما بنلون بيه بيكون تأثيره واضح وحلو، أفضل بكتير من الألوان الفليماستر، مش بحب خالص الفليماستر، بتطبع كده على الورق وما بتكونش حلوة. ايه ده قلم جف برضو ازرق خطه خطير، عارفين السن بتاعه عامل زي الابرة بجد حلو قوي. ده قلم رصاص باسنان وجاي معاه كده زي نوتي بوك صغننة كده من فوق، بيكون شكله لذيذ كده وحلو. طبعا انتوا عارفين كل الالوان اللي لونها بينك دي بتاعت مين. كمان المقلمة دي مقلمة عادية كده بسيطة حلوة، كمان المصنع من الانواع الجيده اللي احنا بنفضلها. بالنسبه بقى لازازه الميه، واخيرا لقيت ازازه ميه، الازازه دي مستورده، ازازه بس لوحدها بخمسين جنيه، نوعيتها كده انت تمسكيها تحسيها اصلا زجاج، وتشوفيها من بعيد تحسيها زجاج، ولكن هي مش زجاج خالص، نوعيتها جيده، ما فيهاش بقى ريحه البلاستيك اللي هي بتكون متعبه والميه بتكتسبها لما تتقفل على الميه ساعتين ثلاثه كده، لا ريحتها كويسه. إيه كمان بقى بالنسبه لدستة كشاكيل 40، دستة كراسات عاديه، بالنسبه بقى للدفاتر السلك والحاجات دي برضو جبتها. وهنا بقى ايه جبت البنطلون ده، بالنسبه للملابس جبت البنطلون، احنا عندنا الدريس والبطيهات البيج والحاجات دي، فانا جبت البنطلون ده لان مقاسه كبير شويه اللي هو رجله شارلستون بالشكل ده، تمام؟ ده طبعا اختيار رودي، ده عجبها وتصميمه عجبها، وطبعا على المقاس بقى. وكمان جبت دستة شرابات كده، اكيد طبعا فاكرين يا بنات الشرابات اللي كان ليها كلفة اللي كنا بنلبسها واحنا صغيرين، كان ليها كلفة كده ودانتيل وكانت حلوة جدا جدا جدا، جبنا الشرابات دي. بالنسبة للشوزات فاحنا عندنا الحمد لله الشوزات وكوتشيات. اتمنى الفيديو يعجبكم، اشوفكم الفيديو الجاي على خير، مع السلامة.